نحن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الصلاة عبادة، أن بر الوالدين عبادة، أن الإحسان إلى الخلق تقربا إلى الله تعالى عبادة. نحن نعلم أن إماطة الأذى عن الطريق عبادة، أن الزكاة عبادة، أن الصوم عبادة، أن الحج عبادة، أن رعاية الجار عبادة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يرويه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة، يقول: انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة. لذلك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحن لا نيأس من روح الله تعالى. يقول قائل: طيب يا أخي، مضت حرب طويلة، ومضى جوع، ومضى فقر، ومضى ذهاب للمياه، ومضى آلام وشدائد، والآن مرض، والآن وباء، والآن حتى الجو شدة حرارة هذا الجو، يا أخي وبعدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة. نحن لا ينقطع أملنا من حضرة الله تعالى البتة. نحن أملنا بالله كبير بأن الفرج بإذن الله تعالى قادم. المطلوب مني ومنك، المطلوب منك يا أختي، أن نفهم عن الله تعالى سننه في الكونية، لعلهم يتضرعون هذا البلاء، هذه الشدائد، هذا الكرب، من أجل أن نعود إلى الله، من أجل أن يعود العاصي، من أجل أن يعود الآبق، من أجل أن يزداد تمسك أهل الخير وأهل الصلاح فيما هم فيه من خيرهم ومن صلاحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة. لذلك أيقنوا يا أخوان والله، وأنتم جالسون الآن في بيوتكم ويصيبكم ما أصابكم من الخوف ومن الضيق ومن البلاء، أنتم مأجورون ما دمتم تأملون وتتمنون وترجون من الله عز وجل ما لا يرجو الذين لا يؤمنون. أنتم في عبادة، انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة.